مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وفي هذا الحوار الاستثنائي والحصري على قناتكم قناه شوف تيفي. معنا اليوم البطل المغربي ابراهيم بوكوطي الذي فاز ببطوله المغرب في رياضه كمال الاجسام صنف مانس فيزيك، واللي غادي نتعرفوا عليه اكثر وكيف يعني حصل على هذه البطوله اللي هي بطوله المغرب في كمال الاجسام. وايضا هناك مجموعه من الاسرار والحقائق اللي الكل يعني ما كيعرفاش على هذه الرياضه ديال كمال الاجسام، وايضا تناول المنشطات والبروتينات وغيرها، يعني من الامور اللي يعني الكل ما كيعرفش يعني هذه الامور اللي خاصه بهذه الرياضه اللي كنشوفوا مجموعه من الشباب في الاونه الاخيره كيتعطاو لها من اجل باش انهم يربيوا يعني الفورمه، وايضا كاين ابطال اللي كيشاركوا في البطولات. وبالتالي هذه هي الامور اللي غادي نتعرفوا عليها بطبيعه الحال مع البطل ابراهيم بوكوطي. مرحبا اخي الاعزاء، مرحبا بكم. اسم الكريم ابراهيم بوكوطي، مدينه اكادير، جهه سوس مستدرعة. الحمد لله فوز بالرتبه الاولى في البطوله المغرب كامل الاجسام اللي في الصنف بالضبط ماس فيزيك. الحمد لله بالمجهودات ديالي والمجهودات ديال العصبة اللي وقفوا معنا، اللي الحمد لله بأي حاجة تعاونوا معنا فيها، والحمد لله كنشكرهم بزاف، وكنشكروا الجامعة الملكية في بلاد العامة داز شير هكاك، حاولوا أنهم يميزوا الأبطال بالمجهودات ديالهم من الأول حتى لهاد لفان هذا الحمد لله. وقدو هاد السنة تقريبا شحال وانا كنمارس الرياضة، تقريبا جاية لشي من 2015، جاية تقريبا شي 7 سنين هكاك، 6 سنين من 2015 وانا ندير الحمد لله. وغادي ممكن نزيدو كنطورو ان شاء الله، غادي نزيدو اكثر العالمية ان شاء الله يا ربي، نخرجو من المغرب ان شاء الله. وبالنسبة لهاد الرياضة هادي كنصح الاغلبية المبتدئين انهم غير يكملوا ان شاء الله، ويكملوا بجدية ويبحثوا مزيان على الرياضة، ويتعرفوا على اجزاء الجسم ديالهم، يفصلوهم يعرفوا كل تمرين اش كيخدم اش من عضلة بالضبط، ماشي غير يجي انه يتخلص انه غير يتريني ويهز ويبقي ينقل فيديوهات من بلايص اخرين، وكيبقي يدير بحالهم من ابطال اللي هما اوفر تبارك الله، واصلين البطولات اوفر، وكيستعملوا منشطات وكيستعملوا مكملات غذائية اكثر، وانه يحاول يقارن راسو معاه، وكيحاول يهز الاوزان بحالو، ويحاول يدير بحال التمارين ديالو. اذن يعني شي واحد بدا انه كنصحوه بانه ياخذ بروغرام ديالو ديال الماكله والونطريما ديالو. بالنسبه للبريباراسيون من الاول حتى النهائيه ديالها، بدينا في اول في شهر واحد بدينا كنبريباريو ديال شهر ثلاثه، بداو الابطال كلهم كيقول واحد كيمارس، كل واحد كيتريني، كل واحد كياخذ المكملات ديالو. المهم غادي تدريجيا انه كيخسر البطل الاموال البيضاء للجسم ديالو على صحته، انه باش يوصل كبطل باش ياخذ يحصل على المرتبه الاولى. من بعد جات جائحه الكورونا، هاد كورونا فيروس وقفتنا، وقفتنا الجميع، من احسن انه وقفونا نتصوبوا امراض ونسقوا في مشاكل، واجلوا بطولات حتى الشهر 10 في شهر 10 في 2020 بالضبط نهار 25. درت بطولة على شكل فيديو اونلاين بالنسبة لجهة سوس نضمت بطولة. اول حاجة بالضبط جهة سوس بطولة اخترت 10 مشاركين اللي هما توب اوفر الحمد لله، وكلاسيت منهم انا الاول. ومن بعد شاركت بينا في بطولة المغرب النهائية على الطروب الوطني بجميع الكاتيجوري تقريبا، راه ماشي في الصنف كل الوزن ديالو لا، الحمد لله شاركت جميع الكاتيجوري، والحمد لله بجهد الله كلاسيت مرتبة الاولى بالتحكيم وبالقوانين ديال التحكيم. وهاد الرياضة انها كتحتاج باش انك كلاسي واحد المرتبة، خاص يكون عندك تناسق في اعضاء الجسم ديالك، وفي تقريبا في لي بوزيسيون ديال اللي كدير يكونوا برو، وحتى في اللباس خاص يكون عندك شورت خاص بالمانس فيزيك، وتكون عندك خلفيه سوداء، وتكون فيها ورقه بيضاء مكتوب عليها الاسم ديالك واسم الجمعيه ديالك واسم ديال العصبه فاش كتمشاركوا النهار ديال الفيديو، وما يكونش الفيديو مبريباري او لا هم قادهم كرافيتي ولا زدتي شي حاجه من عندك ما تزيدهاش كترفض. يعني هادشي متبوع بقوانين صارمه ما فيهاش الغيش ولا شي حاجه بحال هكاك. والحمد لله
بجهد الله وصلنا لهذه المرتبه هذه، وان شاء الله كنتمنوا نزيدوا اكثر، وكنتمنوا من الابطال الاخرين الناس الجداد اللي يدخلوا لهذا الدومين هذو يكملوا ان شاء الله، وغادي يوصل غير يتحدى راسو ويقاطع بزاف على المخدرات والحوايج اللي كيضروا بالذات الانسان، ويدخل عالم لونطريمون والصحه والسبور احسن عالم، لا فكريا لا بدنيا لا اي حاجه، يعني واحد غير يكمل واستمراريه وما يتخلاش عليها، وفوا كتبدا وكتقطع راه كيولي فاشل، يعني نكمل 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 ان شاء الله غيجي واحد النهار توصل داكشي اللي بغيتي. فعلا وي فعلا بالنسبه لهاد الميدان هذا صراحه حاليا في المغرب ولينا الاغلبيه ولا كيتعطى المنشطات وبزاف د الحوايج، يعني خاص نفرقوا اول حاجه ما بين المنشطات وما بين المكمل الغذائي. المنشطات لها اضرار خطيره جدا جدا جدا، كيعني هادي ما كتشارك لا في بطولات ما كتشارك في حاجه، عتي لهاد الشيء ابتسام ما فهمش الدومين ما تهضرش عليه اصلا، كاين عتي ابتسام شي حاجه اللي هي ممكن تستعملها اللي هي مكملات غذائيه، وفي حاله انك ما كتكملش الاحتياج ديالك اليومي في الماكله في الوجبات ديالك ديال النهار، لحقاش خاصك تدخل الاحتياج ديالك اليومي ديال البروتين، تدخل الاحتياج ديالك اليومي ديال الكربوهيدرات، الاحتياج اليومي ديال الدهون الصحيه، الاحتياج اليومي ديال الفيتامينات والمعادن، يعني خاص اسيستي هاد الحوايج، و الا كان عندك فيهم نقص كتلتأ لمكملات غذائيه كالواي، اولا كنتي رقيق بزاف كتاخذ الماس وكتاخذ الاملاح المعدنيه ديالك بحال الاسيد امينو والاسيد كلهم، وكتاخذ الاوميغا 3 ملتي فيتامين، عندك نقص في الجهد ما كتقدش انك تريني وما عندك الجهد في لونطريمون كتاخذ لي بري ورك اوت، وكل حاجه ليها الاوقات ديالها ومنظمه، وما تفوتش فيها لي دوز اللي خاصك تدخلهم، لحقاش اي حاجه كتفرط فيها راه ولا ليها ضرر، يعني ماشي بروتين انا صافي قلنا ما عندوش ضرر، يعني صافي اننا نجيو ناكلها غير الدلاح ولا شي فاكهه ولا شي حاجه كثرتي فيها راه غادي تمرضك، كليتيها بزاف راه غادي تمرضك، يعني غناخذ الاحتياج ديالي اليومي ديال ديك الحاجه. والحمد لله كنتمنوا لجميع الابطال انهم يزيدوا يكافحوا وما ينقطعوش على الرياضه هذه، وبالتوفيق لجميع الابطال وجميع الناس ومرحبا. هذا التويج هذا الطموح ديالي زاد لي ان شاء الله، كنتمنى انني نزيد اوفر العالميه ان شاء الله، كنتمنوا نزيدوا نطوروا اكثر الكات برو الاولمبيات الارلوند كلاسيك لشي حاجه احسن ان شاء الله بجهد الله، كنتمنوا هذا الخير هذا ومن عند الله الا كان في استطاعنا قدينا الحمد لله. هادشي اللي كنتمناو كنتمناو من الجامعات والعصب يزيدوا عاودوا يعاونونا يزيدوا اكثر، واخا ما مخصوش من جهتنا كيكافحوا من عندهم هما، ماشي غير من الاموال ولا هذا، من عندهم كيزيدوا كيتعاونوا معنا، والحمد لله كنشكر خصوصا العصبه واللي فيها هما اللي معاوني معنا بزاف، وشكرا بزاف. فعلا هاد الرياضه هادي مكلفه بزاف 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 بزاف، علاش؟ لحقاش عندك نظام غذائي خاص توفرو وكيوفر لك ماديات، عندك مكملات غذائيه خصوصا الشباب اللي كيتعطاو البطولات راه ميزانيه بزاف بزاف، انه باش يوصل انه يحقق لواحد الحاجه سميتها بطل، يعني القليله يقدر يخسر حتى لجوج حتى مليون على ود واحد البطوله ولا حتى ثلاثة أربعة، كاين اللي كيوصلوا حتى لخمسة مليون، وخصوصا كاع اللي كيشاركوا على برا المغرب راه هادوك راه اكثر كيخسروا، علاش؟ لحقاش راه خاصو يدخل شي حوايج اللي اكثر اوفر باش من يتلاقى مع الناس اللي اصلا هما مطورين علينا وعندهم دوك الحوايج اقل ثمن، حنا راه عندنا باكثر ثمن، يعني خاص يتقاتل هذا البطل هذا ويخدم من جميع الجنائب، يخدم يشوف العمل ديالو منين دخل الصالير ديالو، ويخدم انه يرتاح ويخدم على الكور ديالو يتريني، ويخدم على انه يدخل الاحتياج ديالو اليومي ديال الماكله ديالو ودير لي روبا ديالو ودير لي بروتين ديالو المكملات الغذائيه ديالو، يعني هادشي